لنذهب إلى مدينة ملاهي مملكة التمور، فهناك ألعاب جديدة تم طرحها مؤخراً. أنا أقترح أن نذهب إلى مسرح كتارا، فهناك عرض ممتع سيتم عرضه اليوم، وسنلتقط صوراً وننشرها على صفحاتنا الشخصية. أنا أرى أن ننتظر أولاً زغلول ونسمع منه مقترحه، ما رأيكم؟ لقد تأخر كثيراً واليوم سيضيع منا هكذا، لقد قال إنه سيأتي منذ 3 ساعات. كيف حالكم يا أصدقاء؟ هل تأخرت عليكم؟ نعم، تأخرت كثيراً يا زغلول، أين كنت؟ ذهبت لأشتري أدوات النجارة من السوق. نجارة؟ أي نجارة يا زغلول؟ ولهذا جئت إليك أيها الجد، فأنا أخشى أن يجرح زغلول نفسه، فأنا لم أره يقوم بالنجارة من قبل. لقد فهمتك، ولكن يجب أن تطمئن، فقد تلقى زغلول دورة تدريبية على النجارة في مركز تدريب متخصص، واجتاز اختباراً يؤهله لاستخدام أدوات النجارة بشكل جيد، ولذلك قرر شراء تلك الأدوات ليجرب صنع بعض الألعاب. الأمر هكذا إذن، شكراً لأنك طمأنتني أيها الجد، ولكن الشيء الوحيد الذي يقلقني هو... ما الذي يقلقك أيها الجد؟ ها؟ لا عليك، اطمئن. حقاً ما تقول يا زغلول؟ تستطيع أن تصنع لنا أرجوحة تشبه أرجوحة مدينة الملاهي؟ وتستطيع أن تصنع ألعاباً أخرى من الخشب؟ بالطبع أستطيع. إذن فلتصنع لنا واحدة يا زغلول، وأيضاً بعض الألعاب الخشبية، ونحن نستطيع أن نساعدك. وهكذا سنكون قد استغللنا يوم الإجازة في شيء مختلف. حتى وإن كان يستطيع صناعة الأرجوحة والألعاب الخشبية، من أين لنا بالأخشاب اللازمة لصناعتها؟ معك حق يا خلاص، من أين سنحضر الأخشاب؟ من الممكن أن نشتريه من متجر النجارة في السوق، ولكن الخشب هناك غال جداً. لقد وجدتها، لن نضطر إلى الذهاب إلى السوق، سنحصل على الأخشاب من هذه الأشجار. ما الذي تقوله يا زغلول؟ لا يجوز أن نقطع أشجاراً هكذا. لما يا تمورة؟ الناس يحصلون على الأخشاب من الأشجار، وهذا طبيعي. هيا هيا لكي نقطعها بسرعة، الأمر سيأخذ وقتاً طويلاً. هيا لنفعلها قبل الغروب. أجل، نجحنا. أرى أن زغلول صنع الأرجوحة والزلاجات بشكل جميل جدا. أحسنت حقا يا زغلول. لم أتوقع أن يكون زغلول بارعا هكذا. فكرة جيدة أن نتعلم النجارة من زغلول، لقد صنع الأرجوحة والزلاجات ببراعة كبيرة. نعم، أنا أريد أن أصنع أرجوحة خاصة بي. أنا أفكر في صنع المزيد والمزيد من الألعاب الخشبية الأخرى. هل تعلمون أننا من الممكن أن نصنع قارباً خشبياً ونقوم بمغامرة بحرية؟ إنها فكرة رائعة يا تمور، وأنا سأكون القائد في الرحلة البحرية. دعنا نتعلم صنع القارب أولاً وبعدها نختار القائد. دعونا نلتقي غداً في نفس الموعد، اتفقنا؟ اتفقنا. ما هذا؟ يبدو أنها تمطر في الخارج، الجو بارد حقاً، وصوت الرياح عال جداً. ما هذا؟ التمورة، استدعي الجميع والجد عجوة وتعالوا، زجاج النوافذ كله كسر وأنا خائف بشدة. هذا ما كان يقلقني منذ البداية. ما هذا الذي يقلقك؟ أنا لا أفهم شيئاً ولا أفهم كيف حدث هذا. لا تفهم كيف حدث هذا، وأنت يا زغلول كيف لك أن تقطع أشجار الحديقة لتصنع منها أرجوحة وقارباً وألعاباً خشبية؟ وما دخل الأشجار بالذي حدث يا جدي؟ ألا تعلم أن السبب في الذي حدث هو عدم وجود الأشجار؟ أنا لم أوافق منذ البداية على فكرة قطع أشجار الحديقة يا جدي، ولكنهم أصروا على فعلها. أحسنت يا تمورة، اسمعوني جيداً أيها الصغار، من الجيد أن يتعلم زغلول النجارة، ولكن
يجب أن تعلموا أن ما فعلتموه بأشجار الحديقة يعتبر تعدياً على البيئة وعدم احترام للطبيعة. كيف هذا يا جدي؟ نحن فعلنا كل هذا؟ نعم، أولاً لا يجوز أن نقطع أشجار حديقة المنزل أو الأشجار المثمرة. هناك أشجار معينة تصلح للقطع ونستطيع تحويلها أخشاباً. ثانياً، الأشجار تعمل كمصدات طبيعية للرياح والأمطار والفيضانات، وهي تحمينا من هذه التغيرات بشكل دائم. وعندما قطعتم أشجار حديقة المنزل، أصبح المنزل عارياً أمام الرياح والأمطار والعواصف، فانكسرت النوافذ وانتشر الغبار الكثيف في المنزل كما ترون. أيعني هذا يا جدي أن الأشجار لو أنها كانت موجودة لما حدث كل هذا؟ بالطبع، لو كانت الأشجار في مكانها لما حدث كل هذا، ولما شعر تمور بشيء مطلقاً. فالأشجار تحمي منازلنا وأراضينا، ومن واجبنا أن نحافظ على الطبيعة ولا نتعدى عليها بالقطع والتخريب مطلقاً، بل يجب أن نساعد في زراعة المزيد منها، فهي تساعد في زيادة الأكسجين الذي نتنفسه، وتستنشق ثاني أكسيد الكربون من الجو، وتنقي الهواء أيضاً. ها؟ كل هذا يا جدي؟ أجل، كل هذا وأكثر يا تمور، هل فهمتم؟ نعم، فهمنا يا جدي. أنا أعتذر يا جدي، لن يتكرر هذا مرة أخرى، ونعدك أننا سنزرع أشجاراً جديدة مكان التي قطعناها. حسناً حسناً، وأنا سأساعدكم.